هل يجوز للمخطوبة أن تصافح خطيبها وتجلس معه؟ لا يجوز لها أن تصافح خطيبها لأنها أجنبية منه، ولا يجوز أن يخطب بها لأنها أجنبية منه، ولا يجوز أن يحارثها عبر الهاتف لأنها أجنبية منه، وإنما رخص له أن ينظر إليها لدعاء الحاجة إلى ذلك، فإن الإنسان إذا نظر إلى مخطوبته ونظرت إليه فهو أقرب أن يجمع الله بينهما. نعم، بارك الله فيكم.